أنعم كثيرة في الشرق الأوسط وعلى رأسها وجود النفط والمقدر بثلثي الاحتياطي العالمي هو الآخر منحة قد يتحول في بعض الأحيان إلى محنة جعلته محل تنافس شديد بين الدول المستهلكة وجعل المنطقة كلها في بؤرة هذا التنافس ناهيك عن الصراع المتوقع في منطقة الشرق الأوسط على المياه المنطقة التي تعتبر الأكثر فقرا بالنسبة إلى الموارد المائية في العالم فكيف تفهم خارطة الصراع والتنافس؟ شهد الشرق الأوسط قدرا من التفاعلات خلقت عوامل متعددة ومتغيرات رسمت نقاط ارتكاز لصراعات متعددة فكرية وإيديولوجية وقومية وإثنية لا يمكن فهمها خصوصا في السنوات الأخيرة دون الغوص في الإشكاليات الحقيقية التي تتصارع في أعماق هذه الرقعة الجغرافية التي رسمت خريطتها وفق مخططات استراتيجية وسياسية خاضت بها تموجات ما بعد الحرب العالمية الأولى سايكس بيكو ثم الحرب العالمية الثانية قيام إسرائيل إضافة إلى تلك التموجات الخارجية التي خلقت حالة من الشد والجذب كانت كفيلة لخلق صراع داخلي مزدوج بين فكرتين إيديولوجيتين أساسيتين القومية العربية والطرح الإسلامي الرسمي من جهة تمثلها القوى العربية المحافظة وصراع داخل الإقليم الأوسع الشرق الأوسط بين مشروع قومي عروبي لإقامة منظومة إقليمية عربية ومشروع جيوسياسي تدعمه فواعل إقليمية ودولية يستند على التوجه الإسلامي الرسمي حيث سعى كل طرف لبناء نظام يخدم مصالحه المشهد تغير بعد أن خفتت طبول الحرب على تنظيم داعش الإرهابي بتعاون وتنسيق بين محاور دولية تختلف وتتنازع وتتنافس حول كل شيء ولم تمضي مدة تكفي حتى لالتقاط الأنفاس لتبدأ مرحلة ربما تكون الأخطر في المنطقة على الإطلاق الكل يتنافس على المنطقة دول إقليمية وأخرى عظمى كروسيا وأمريكا تدخلات زادت من سخونة المشهد لتفرض قدرا على الشرق الأوسطيين أن يكونوا سكانا لأكثر مناطق العالم سخونة على مدار التاريخ فمنذ سقوط الدولة العثمانية والشرق الأوسط على صفيح ساخن مستمر بالسخونة والاشتعال كلما خبت نار صراع اندلعت نيران صراع آخر من صراعات الحروب مع المستعمرين الذين تقاسموا تركة الرجل التركي المريض إلى الصراعات والحروب غير المتكافئة بين العرب وإسرائيل حول فلسطين إلى صراعات القوى الطائفية في لبنان إلى صراع الانقلابات العسكرية إلى حرب صدام مع إيران ثم صراع صدام مع جيرانه الخليجيين ثم تدخل الأمريكي في العراق إلى تدخل إيران في قرار 4 عواصم عربية إلى احتلال تركي لسوريا والعراق ومناطق أخرى قدر الشرق الأوسط الجميل أن يكون مهد الديانات التوحيدية 3 اليهودية والمسيحية والإسلام هو أيضا سبب لأن يكون قدرا من معاناة الصراعات الدينية والمذهبية وقدر الشرق الأوسط أن يكون حاضنا لحضارات عريقة كالحضارة العربية الإسلامية ومركزا لطوائف مسيحية متنوعة في كل من لبنان وسوريا ومصر وحاضنا لملل ونحل مختلفة كالسنة والشيعة والدروز والآشوريين والصابئة هذا ناهيك عن الهويات العرقية الموزعة في أكثر من بلد مثل الكرد هو تنوع مثري في مفردات لغة الحضارة ولكنه تحول على صفيح الشرق الأوسط الملتهب إلى لعنة وكوارث وصراعات عدمية النعم كثيرة وأصبحت نقم في وجود النفط والمقدر بثلثي الاحتياطي العالمي هو الآخر منحة قد يتحول في بعض الأحيان إلى محنة جعلته محل تنافس شديد بين الدول المستهلكة وجعل المنطقة كلها في بؤرة هذا التنافس كل ذي نعمة محسود ناهيك عن الصراع المتوقع في منطقة الشرق الأوسط على المياه المنطقة التي تعتبر الأكثر فقرا بالنسبة إلى الموارد المائية في العالم فكيف تفهم خارطة الصراع والتنافس؟ تحية عطرة مشاهدينا الكرام أينما كنتم مسعدنا أن أرحب بضيوف حلقة الليلة معي من عمان دكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية ومن كندا مونتريال على وجه الخصوص دكتور نزيه الخياط باحث في الشؤون الجيوسياسية والتنمية ومن القاهرة أستاذ عبد الكريم الأنسي باحث في القضايا الدولية ضيوف الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة الليلة
دكتور غازي فيصل، اسمح لي لو أبدأ سؤال حلقتي لليلة من لدنك. شرق أوسط محتار ومحير، أعرب هذه الجملة لو تكرمت دكتور غازي. شكرا جزيلا وتحية لضيفيك. نعم تماما، يعني الشرق الأوسط اليوم محير تماما. اختلفت علاقات القوة العسكرية، علاقات القوة السياسية الثقافية الأيديولوجية، اختلفت علاقات القوة العسكرية أيضا كما السياسية. اليوم إسرائيل تعتبر لاعب مؤثر ومحوري على صعيد الشرق الأوسط. هي ليست نفس القوة، نفس التمدد، نفس السطوة كما كانت في الخمسينات والستينات بعد هزيمة حزيران لمصر. أيضا لا ننسى اتفاقية كامب ديفيد، مؤتمر مدريد للسلام في 91-92، الاتفاقات إلى آخره. اليوم إسرائيل لاعب محوري كما أشرت، إيران أيضا لاعب محوري مهم ولديها تفوق على صعيد علاقات القوة العسكرية، الصواريخ البالستية، الطائرات المسيرة، الميليشيات المسلحة في أفغانستان، في باكستان، في العراق، في سوريا، في نيجيريا. إذا نحن أمام مشروع كوني يلعب دور على صعيد الحروب والقوة العسكرية. تركيا أيضا لديها تمدد ضمن إطار ما تسميه الدفاع عن الأمن القومي التركي، لكن مع الأسف هو موجه باتجاه الأكراد، الحركات الكردية. وأنا أعتقد كما أعتقد دائما أن تركيا بإمكانها الذهاب إلى حلول دبلوماسية. لاحظنا تقربها من النظام السوري، عودة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، علاقات استراتيجية للتعاون بين إسرائيل وبين تركيا في مجال الطيران، التسليح، التجارة، 10 مليارات دولار سنويا، تطبيع مع مصر أيضا خطوات واسعة، قواعد عسكرية في قطر وغيرها، قواعد عسكرية في أفريقيا. اليوم إذن هذا العالم في الشرق الأوسط، القوى الإقليمية تمتلك قدرات غير اعتيادية في الواقع وتفوق نوعي، لكن في نفس الوقت مع الأسف الأنظمة العربية تتلاشى بفعل الظاهرة الإرهابية اللي أصفت في سوريا وشوهت الثورة الوطنية اللي كانت تبحث عن بناء الديمقراطية. لبنان اليوم ليس له أي نفوذ أو تأثير ثقافي أو إعلامي أو سياسي أو عسكري، هناك سطوة لحزب الله. السودان يعيش ظروف قاسية وتخلف وفقر على الرغم من الثروات. ليبيا أيضا، العراق اليوم يعاني من كوارث كبرى، يعني 11 شهر تفشل المؤسسات التي تم. الموضوع عميق دكتور غازي. جداً صحيح جداً، لذلك نخصص حلقات فكرية في هذا الأمر. يعني كلامك وطرحك مهم حتى لا نطيل أكثر على الدكتور نزيه. دكتور نزيه، مسببات هذا الصراع الدولي والإقليمي في الشرق الأوسط، هل هي داخلية أم خارجية؟ هل هذه المسببات أساسها كما يقال طائفية، اجتماعية، أيديولوجية، فكرية أم اقتصادية صرف؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك. وللمشاهدين أهلا وسهلا. يعني في الحقيقة تتداخل العناصر أو العوامل الداخلية والخارجية لأزمة المنطقة أو أزمة منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في المنطقة العربية بشكل أساسي. يمكن القول أولا أن في التاريخ الحديث لعنة الثروة هي التي حلت على منطقة الشرق الأوسط. هذه الثروة الممثلة بالمخزون النفطي والغازي الهائل في هذه المنطقة جعلتها وحولتها إلى ساحة تجاذب وصراع بين الدول الكبرى، لا بل تطورت مؤخرا وفي 30 سنة الماضية
تطورت إلى أن الدول الإقليمية التي تلمست قدراتها سواء الاقتصادية مثل التركية والنفطية والثورية ما بين مزدوجين الثورة الشيعية الإسلامية إذا صح التعبير الشيعية التي أدت إلى استثارة وإلى تحفيز العوامل المذهبية في المنطقة. ثم هناك تطور في العلاقات والتطور جيوسياسي مهم في الصراع العربي الإسرائيلي الذي سمح بأنني وأنا هنا لقراءة بأن المشروع العسكري الإسرائيلي بلغ مداه مع الحرب 67، وحاليا عندما سد الأفق أمام المشروع العسكري الإسرائيلي توجه إلى البعد الاقتصادي الذي فتح أبوابه بعد هزيمة 67 وبعد اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر، وكلنا على ثقة بأن المعادلة في منطقة الشرق الأوسط على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي أنه لا حرب مع إسرائيل دون مصر ولا سلام مع إسرائيل دون سوريا والعراق. فحاليا ما نشاهده اليوم هو نوع من التحلل وتفكك في بنية الدول الوطنية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية وبعد مرحلة التحرر الوطني، التي حاولت أن تبني مرتكزات للدولة الوطنية. ولكن مع الأسف التوجهات الشوفينية التي وخاصة عندما تم تشويه البعد العربي الحضاري والإنساني لشعوب الغالب أو الأكثرية في المنطقة التي كانت محتضنة لجميع المزيك. هذه النقطة في غاية الأهمية دكتور نزيه. دعني أشرك على وجه الخصوص في هذه النقطة الدكتور غازي. دكتور غازي، من ضمن الأسباب الداخلية لتصاعد هذا الصراع في الشرق الأوسط، هل هي مسألة الفعل ورد الفعل، المغالاة في قومية على حساب قومية أخرى كما وضح لنا الدكتور نزيه؟ لأي مدى هذا الأمر هو من أسباب التعقيد وأسباب الصراع الداخلي في مناطق الشرق الأوسط أو في دول الشرق الأوسط؟ نعم، يعني مؤكد أنا أثني على ما تفضل به دكتور نزيه من أفكار مهمة وتحليل عميق. أعتقد أن فكرة القومية لم تكن فكرة ذات طابع موحد، يعني الفكرة القومية عند عبد الناصر، الفكرة القومية عند حزب البعث، الفكرة القومية عند القذافي وهكذا في اليمن، هي أخذت أبعاد مختلفة. أيضا هي انطلقت من افتراضات غير قابلة للجدل أو النقاش، بمعنى هي أهداف ومبادئ خالدة، هي حتمية التحقيق، هي حتمية تاريخية أن تتحقق الوحدة، لكن لا نذهب إلى توضيح كيف يمكن تحقيق هذه الوحدة، هل عبر الأدوات الاقتصادية أم السياسية أم الثقافية، كيف نفكك الأنظمة العربية ونذهب إلى وحدة عربية اندماجية. هناك نوع من الهوس في الخمسينات والستينات، خصوصا عندما نجحت في البداية الوحدة السورية المصرية باعتبارها وحدة اندماجية، فكان الإحساس أنه يجب أن نذهب إلى وحدة اندماجية من المغرب وحتى الخليج العربي. هذه الفرضيات لم تكن فرضيات واقعية، لم تكن فرضيات قابلة للتطبيق. لا يجوز الانطلاق من حتميات تاريخية افتراضية لا يمكن أن نذهب على صعيد الواقع من تحقيقها. لم تذهب الدول العربية نحو إطار للتعاون أو التضامن أو التحالف على الصعيد الاقتصادي، لم يذهبوا إلى شراكة اقتصادية. لو ذهبوا إلى قاعدة اقتصادية أو بناء قاعدة اقتصادية للعمل العربي المشترك
لكان وصلنا اليوم إلى نتائج مهمة على صعيد العمل العربي المشترك. إذن القومية العربية مع الأسف بقت تعيش نوع من الاضطراب بين المثالية الاشتراكية والمادية الاشتراكية، بين المثالية والحلم في التفكير. يعني أتذكر محمد حسين هيكل عندما توفى المرحوم ميشيل أفلق أشار أنه لقد غادرنا آخر الحالمين. فهي حلم، لكن الحلم شيء والعلم والواقع شيء. دكتور غازي كلام مهم، كلام مهم. دكتور نزيه، مسألة أشرنا بالتقرير إلى المسببات الداخلية، كون في هناك نظريتان أيديولوجيتان مختلفتان كل الاختلاف عن بعضهما البعض، فكرة القومية العربية وفكرة الإسلام السياسي. إلى أي مدى هاتين المشكلتين هما نقطة ارتكاز في خلق حالة من الصراع والتنافس بين بلدان الشرق الأوسط فيما بينها البين كما يقال، وبين الشعوب القاطنة في دولة ما في ظل هذا الصدام الفكري؟ دكتور نزي. سيدي، عندما كانت الطرح المسألة القومية يحمل قضية جامعة لمجتمعات المنطقة، وخاصة خلال مرحلة الاستعمار، سواء كان الاستعمار في المغرب العربي أو في بلاد المشرق العربي، كان للعروبة معنى وطنيا تحرريا. عمدت النخب في تلك المرحلة إلى إبراز أهمية الوحدة العربية، ولكن مع الأسف هذه الأقطار المتعددة والمتنوعة لم تكن تملك مقدرات أو نضج في إدارة الشأن العام وشأن الدولة، لأنها مع انهيار السلطنة العثمانية خلال فترة وجيزة في الحرب العالمية الأولى، ومرحلة الانتداب بعد أن تمت سيطرة الحلفاء على إرث هذه الأمبراطورية العثمانية، فعمدت إلى إنتاج كيانات. هذا الاستعمار البريطاني والفرنسي عمد إلى إنتاج كيانات تابعة، لا بل أنهم أتوا بمثقفين يحملون فكرا غربيا دون أن ينطلقوا من خصوصيات مجتمعية وثقافية وفكرية للانطلاق منها باتجاه تطوير المجتمع والوصول إلى نهضة حقيقية على كافة المستويات. فإذن نضج الدولة الوطنية لم يكن متاحا لبلدان لا المغرب العربي ولا المشرق العربي. وأنا هنا أريد أن أعود بالذاكرة، لماذا فكرة القومية كانت سائدة وامتدادها يعم المغرب والمشرق العربي؟ لأنه حلم بناء الدولة العربية مع الشريف حسين حينها، والذي أجهضه السايكس بيكو، كان له ترددات سلبية على إعادة رسم الخرائط، وخاصة في منطقة المشرق العربي، لأن الخرائط السياسية التي كانت متشكلة في المغرب العربي على المستوى الجيوسياسي تم الحفاظ على تكويناتها وحدودها المرسومة لها تاريخيا، إنما التلاعب وإعادة البناء ورسم الحدود ونشوء الكيان الصهيوني في فلسطين خلق نوع من الاستثناء الذي لم يتم ولم يحسن معالجة، لا المواجهة مع العدو الصهيوني ولا عملية بناء مرتكزات الدولة الوطنية التي تستطيع أن ترسي معنى المواطنة واحترام الإنسان العربي. وهذا الإنسان العربي ليس ببعده وبعمقه العنصري أو العرقي، لا بل بتاريخه الإنساني الحضاري المتنور الذي احتضن وكان متآخيا. نعم، جميل هذا الكلام. بقية المكونات. نعم دكتور نزيه. المكونات.
نعم، هذا الأمر يفتح باب لسؤال حول مفاده أو مفاده مسألة التوازن في الشرق الأوسط بين الأفكار المتعددة والأطياف المتعددة في ظل الحديث عن القومية وعن الإسلام السياسي. ما رأيك في هذا الموضوع دكتور غازي فيصل؟ لماذا لا يوجد حالة من التوازن في هذه المنطقة؟ نعم، اللي موجود مع الأسف كان هو العكس تماما عبر التاريخ. يعني بعد الحرب العالمية الأولى المسلمين، حركات القومية العربية، الفكر السياسي، بعد الحرب الثانية مواجهة الاستعمار إلى آخره. لكن أيضا كانت هناك صراعات في داخل الحركات والأحزاب القومية بين يسار وبين يمين، يعني الجبهة الشعبية تيارات ذهبت للماركسية وتيارات أبقت على الأفكار التقليدية للقومية العربية وغيرها. نفس الشيء في حزب البعث، هناك انشقاقات كثيرة من المؤتمر السادس في 63 بين تيارات ماركسية وبين تيارات إذا جاز التعبير تقليدية. بعدين 23 شباط 66 انشق الحزب مرة أخرى بين تيار يساري يعتبر نفسه وبين تيار تقليدي. هذه الانقسامات وأيضا حتى على صعيد الحركات الإسلامية، التحرير والإخوان وظهور السلفيات المتطرفة والسلفيات، هذه الانقسامات والانشقاقات أكيد أضعفت وشوهت كثير من طبيعة الحركات السياسية. هناك نقطة خطيرة جدا، أن مختلف هذه الحركات مع الأسف هي سقطت في فخ الشعبوية وسقطت في فخ النموذج الستاليني والديمقراطية الشعبية، ولم تذهب إلى الإيمان بالتعددية السياسية والتعددية الاقتصادية والتعددية الاجتماعية الثقافية. إذا ذهبت إلى فكر منغلق تطور تدريجيا لتأسيس أنظمة للاستبداد في ليبيا، أنظمة الاستبداد في سوريا، في العراق، في السودان، في اليمن، انقلابات عسكرية وليست ثورات حقيقية للشعوب. طبقة سياسية مثل ما أشرت لا تؤمن بالديمقراطية وتعتبر الديمقراطية هي امتداد للاستعمار، وأنا أعتقد يجب التمييز بين الاستعمار ومناهضة الاستعمار، فهذه مسألة مشروعة. ومناهضة الغرب أو العداء للغرب والقطيعة من الغرب أعتقدها خطيئة كبرى، لأن الغرب علوم وتكنولوجيا وثقافة وفلسفة، والانفتاح على الغرب بالتأكيد عبر هذه العلاقات التفاعلية بين يعني شمال أفريقيا، جنوب المتوسط والشرق الأوسط يشكل عامل حيوي للتفاعل بين الحضارات والثقافات. مع الأسف هذه القطيعة مع الأسف شرعنت الاستبداد والأنظمة الفردية، الدساتير المؤقتة، عدم احترام حرية الرأي، حرية الصحافة، الاعتقالات، الحريات الأربعة والعدالة الاجتماعية. نعم دكتور غازي، يعني طرح كارثة كانت طرح الليلة في غاية الأهمية، يعني كل شعوب الشرق الأوسط. ولكن اسمح لي، انضم إلينا للتو من القاهرة أستاذ عبد الكريم الأنسي، باحث في القضايا الدولية. أهلا بك أستاذ عبد الكريم. وسهلا بك ومشاهدينك وضيوفك الكرام. أستاذ عبد الكريم، نتحدث عن شرق أوسط محتار ومحير، لماذا كل هذا التنافس الإقليمي والدولي على هذه الرقعة الجغرافية من العالم، وما هي أسباب مشاكله إن كانت الداخلية أو حتى الخارجية؟ تفضل أستاذ عبد الكريم. بداية دعنا ننطلق من مفهوم لماذا هذا التصارع على منطقة الشرق الأوسط. أولا لأن منطقة الشرق الأوسط هذه تعتبر ملكية مستباحة للغرب أو للأمريكان بالأخص يعني، وهذه الثقافة يعني تراكمت فترة طويلة سواء على الأوروبيين أو على الأمريكان بالأخص. يعني لاحظنا تماما السياسات الخارجية الدولية تجاه منطقة الشرق الأوسط في كل المراحل، في مرحلة التقسيم وفي مرحلة التكوين وفي مرحلة التآمر وفي مرحلة الابتزاز سواء الاقتصادي أو السياسي أو يعني الحقوق تحت شماعة كازينو اقتصادي يسمى الأمم المتحدة. وبالتالي يزداد هذا الصراع يوما على الآخر لذلك بعد المتغيرات الأخيرة التي يشهدها العالم الآن. سيدي العالم يخلق من جديد، يخلق هل سيخلق برأسين أم بثلاثة رؤوس؟
الصراع الدائر الآن للاستحواذ على منطقة الشرق الأوسط بالذات، بما دعنا نحدد الذي هي منطقة الخليج والشرق الأدنى أو أفريقيا الشمال الأفريقي بالأخص الدول العربية، تأتي من تجاذبات ملكية يعني كحقوق ملكية. لاحظنا الخطاب الذي وجه فيه للرئيس بايدن حينما قال لن يملأ النفوذ، لن نترك نفوذ للصين أو روسيا لشغره في الشرق الأوسط. كلام واضح ومباشر أن هناك الآن تكوينات، تشكيلات، تكتلات جديدة سوف تنشأ. الآن أمريكا نحن نشهد أو نتوقع لها حسب مراكز الدراسات السياسية هي الآن شبه تتشظى تماما. أوروبا الآن تقدم على فصل الشتاء وسيزداد أنين دام الطاقة. كذلك الصين تدخل تلوح بحرب مع تايوان. ما يحدث الآن كل هذا يترك أمام الشرق الأوسط أو الوطن العربي بالتحديد إعادة تكوين نفسه، إعادة قراءة أين مصلحته. الكل استفاد من الحرب الروسية إلا الوطن العربي، بالعكس زادت من سيء إلى أسوأ إلى أسوأ، وتستمر هذه الفلسفة ويستمر الكازينو الاقتصادي للأمم المتحدة بكافة ابتزازات ورغبات الدول الأوروبية والأمريكية الذي هي أصلا فقدت كل تحالفاتها. هناك تكتلات جديدة، يجب على الوطن العربي أن يجد نفسه ولا ستستمر هذا الوضع في الترقي. هذه النقطة نعم، هذه النقطة في غاية الأهمية. أنقلها لك دكتور نزيه الخياط، يعني مسألة التنافس والصراع الدولي قد يكون بشكل أو بآخر ضبابي إلى حد ما، ولكن ماذا عن الدول الإقليمية في هذه المنطقة؟ أتحدث عن إيران وعن تركيا. ترى حال هذه الرقعة الجغرافية يعني كأنه بين فكي كماشة كما يقال، هناك مشروع إيراني وهناك مشروع تركي، إلى أي مدى هذا الأمر أيضا يزيد من قدر محتوم بطابع مأساوي لدى شعوب الشرق الأوسط كما يقال؟ صحيح، يعني اليوم هناك ثلاثة أطراف بالحقيقة تحاصر العالم العربي. هناك إسرائيل من بشكل أساسي، وهناك تركيا التي تحاول استحضار تجديد السلطنة العثمانية، ولا أعتقد أنها حققت نجاحا في هذا المضمار. وهناك التهديد الحقيقي هو مع إيران، لأنها تحمل مشروعا متكاملا أيديولوجيا وأمنيا وثقافيا وفكريا، وهذا المشروع إذا استعرضنا فقط وبموضوعية ودون تحيز سياسي أن أماكن التمدد ومجالات التمدد الإيراني سواء كان في اليمن أم في العراق أم في سوريا أم في لبنان، فكانت نتيجتها التدمير للحواضر وللبنى الاقتصادية ولمشاريع بناء الدولة الوطنية التي كانت سائدة رغم تحفظنا على أنظمة الحكم الدكتاتورية. ولكن أنا من المؤمنين بأن الأنظمة الدكتاتورية ضمن دولة وطنية لابد من أن تتغير ويطرأ عليها تعديل، لأن حركة التاريخ في المجتمع وحركة المجتمع تحديدا لا يمكن أن تبقى رهينة هذا النمط من الاتحاد السوفيتي بكل جبروته انهار وتداعى نتيجة الدكتاتورية الشيوعية الستالينية إذا صح التعبير. فلذلك لا أفق، إنما هذا المشروع الإيراني تحديدا هو يفتت النسيج العربي ويعزز التناقضات الداخلية. هنا المشكلة، أي أن هذا المشروع، هذا الهجوم الإيراني على المنطقة بامتداداته الأيديولوجية المذهبية خلق أزمة هوياتية وأزمة عرقية وأزمة لغوية، فبالتالي هناك انقلاب ثقافي وفكري على المنطقة، وهذا تردداته لن تستسلم المنطقة،
ليس صحيحا أن المشروع الإيراني مباح وطريقه معبدة بالورود، قد سجل نقاط معينة، ولكن فلنلاحظ التكتلات التي بدأت تتشكل. مجلس التعاون الخليجي اليوم يتجه باتجاه عسكرة منظومته ومجتمعه بطريقة دخل إلى عملية سباق التسلح بعقود مهمة مع الصين استراتيجية بصواريخ الباليستية وصناعة المسيرات الحديثة من الجيل الجديد لدى الصين. هناك التحالف العسكري المصري الخليجي هو تحالف استراتيجي، هناك تحالف اقتصادي، هناك أيضا تقارب مهم جدا يجب أن لا نقلل من قدره، التقارب السعودي العراقي. هناك انتفاضة لنواة الوطنية العراقية على حساب ما تم ممارسته من ممارسات لاغتصاب مياه دجلة عبر قرارات إيران تجفيف ليس فقط إيران، دجلة والفرات دكتور نزيه. دجلة والفرات. نعم أحاول أن أكون نعم دكتور نزيه. دجلة والفرات. طيب. ولكن أنا لأنه عم بحكي عن إيران. صحيح أنا بحكي عن موضوع الفرات من السدود التي أنشأتها تركيا على مجرى نهر الفرات. سد أليسو على وجه الخصوص. إيه. نعم ولكن الأخطر أن بدجلة هناك ثلاثة أنهر أساسية كانت تردف في نهر دجلة وتم تحويلها إلى الداخل الإيراني، مما سمح لتجفيف أراضي هائلة، مساحات هائلة من الأراضي الزراعية في حوض الفرات وفي مصبه وفي دكتور نزيه كلامك مهم للغاية، ولكن نحاول قدر المستطاع ثلاثة دقائق لكل ضيف، فاعذرني إن قاطعتك لبرهة من الزمن كما يقال. دكتور غازي، هذه النقطة جوهرية، الحديث عن الدول الإقليمية الطامعة في بلدان الشرق الأوسط وبثرواتها، أتحدث على النفط كما يقال على وجه الخصوص، وأيضا مسألة انطلاق بعض الدول من أحقية امتلاكها لهذه الأراضي وانتهاك سيادة دول أخرى، أتحدث عن تركيا كشاهد يعني كما يقال في هذه الفترة الزمنية. إلى أي مدى فكرة الناتو الشرق أوسط هي مطروحة وبقوة، وإلى أي مدى هذا الأمر يزيد من تعقيد المشهد أم يبسطه أكثر أم ماذا دكتور غازي؟ نعم، يعني فكرة الناتو الشرق أوسطي مطروحة باعتبار امتداد من تركيا حلف شمال الأطلسي نحو الخليج العربي، لكن حتى هذه اللحظة لم نذهب أو لم تذهب الإجراءات باتجاه التطبيقي وظهور أسس لهذا التحالف الإقليمي اللي يرتبط بالنهاية بحلف شمال الأطلسي أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية. لكن لن ننسى القواعد الأمريكية في قطر هي أيضا امتداد غير مباشر لحلف شمال الأطلسي نحو الخليج العربي. أيضا اليوم العلاقات الوثيقة مع الإمارات مع المملكة العربية السعودية هي تشكل أيضا هذه الامتدادات، لكن لم يطرح هذا الموضوع أعتقد لحساسية العلاقة مع إسرائيل. لا ننسى أن إسرائيل كانت تعتبر نفسها طرف في هذا الحلف، حلف الناتو الشرق أوسطي باعتبارها أيضا حليف للولايات المتحدة الأمريكية، فبقت المسألة معلقة. لكن المجلس التعاون الخليجي مثل ما تفضل دكتور نزيه ممكن يتحول إلى أيضا فضاء أو تحالف عسكري قد يستقطب العراق مستقبلا. اليوم العراق اشترك بالمناورات العسكرية بالمملكة الأردنية للولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 18 دولة حسب ما أعتقد مختلفة الدول يعني والاتجاهات أعتقد أن مسألة حلف الناتو أيضا ممكن تثير حساسية إيران يعني، وإيران ما زالت تضغط ولديها نفوذ عسكري وسياسي وأمني وثقافي اجتماعي مثل ما أشار دكتور نزيه. لكن في نفس الوقت نعم الشعارات اللي ترفع في العراق في الجنوب في الوسط في المناطق الشيعية وغيرها هي إيران برا برا، بغداد تبقى حرة، إيران برا برا، البصرة تبقى حرة. هناك مواجهة رافضة لاستمرار أدوات إيران ونفوذ إيران وسياسة إيران
أيرنة العراق أو أيرنة الشرق الأوسط. إذن هناك صراع حتى بين القوى الإقليمية. نعم. الرغم من هناك صراع وتنافس دكتور غازي. بالضبط. الأمر واضح. بين تركيا وإيران. نعم. لكن في نفس الوقت هناك صراع بين تركيا وإيران، اللحظة في سوريا، اللحظة في العراق. صحيح. اللحظة مختلف الاتجاهات. الشيء الخطير اليوم. نعم. أن المشروع العربي غائب. مشروع للدول العربية، مشروع حقيقي لضمان الأمن، الاستقرار، التنمية الاقتصادية، مواجهة التخلف، مواجهة الفقر، مواجهة البؤس. مع الأسف هذا المشروع معدوم. لا الجامعة الدول العربية قادرة أن تنهض بهذه القضية والقضايا الاستراتيجية المهمة في مجال التنمية وبناء الديمقراطية والتحديث. للأسف القضايا كثيرة دكتور غازي. نعم. يعني القضايا. نعم. كثيرة، وأنا كل خميس عم حدد قضية، عم حاول قدر المستطاع أكون شامل. نعم. بكل هذه القضايا نبحث مع قامات كبيرة عن حلول لها، على أمل يعني أن ننجي كما يقال، أو نقدم شيء ما يكون في كما يقال ركب تطوير هذه المنطقة على وجه الخصوص. أستاذ عبد الكريم الأنسي، مسألة جذور هذا الصراع وهذه القضايا وهذه المشاكل، حضرتك إلى أي منحة تصنفها؟ هل هي أسبابها طائفية إثنية، أم هناك أسباب خارجية صرفة تحرك هذا الأمر وتقوم بإشعال الصراعات في الشرق الأوسط؟ تفضل. أولا كما قلت لك، لن تترك أمريكا والاتحاد الأوروبي هذه المنطقة تتكون هذه التكتلات أو تكون تحالفات. وإن لاحظنا بالفترة الأخيرة زيارات معكوكية ما بين رؤساء الخليج ومصر والعراق، وتحركات تحرك الشعب العربي وكباحثين سياسيين نتابعها بقرب يعني، ونتمنى أن ينشئ كيان، ولكن نلاحظ أنها بروتوكولات شرفية، ليس إلا لم تكن هناك طموح حقيقي وآلية واضحة ومحددة، وتتكون تكتلات ثم تظل الحساسية وتظل الحسابات السياسية والاقتتال أو زي ما تقول إنشاء الفتن الخارجية التي هي جاهزة لأي تحالف عربي لإفشاله، جاهزة. إيران وتركيا أعتقد أنهما في مثل يمني يقول خدام السيد. إيران وتركيا نعلم تماما أمريكا إذا أردت إنهاء المأساة الإنسانية في اليمن ماذا عليها أن تعمل. أمريكا تلتزم تجاه دول الخليج بالكامل بحمايتها، ولاحظنا تماما أول من تخلى عنها هي أمريكا. على الدول العربية أن تستوعب الدرس تماما، الخذلان ورغم الأموال وأنهر الأموال الكبيرة الذي الكل في حاجة. الآن تخيل أن أمريكا الشعب الأمريكي يضغط على الرئيس الأمريكي غصبا عنه، يقاد إلى الرياض لإيجاد حل ولو حتى جزئي لأزمة المشتقات النفطية، ومهدد بالإلغاء وإفشال الانتخابات أو سقوط الانتخابات وبدأت تصرح حكومته. يعني كل أوراق الضغط وكل أوراق القوة لدى الأنظمة العربية بالذات في هذه الفترة. الكل استفاد من هذه الأزمة إلا الأنظمة العربية. أتمنى أن هذه التحالفات تجد خطة زمنية محددة وواضحة على أرض الواقع من تكتلات استكمال، سواء إنتاج عسكري، سواء غرفة عمليات مشتركة، سواء تحديد أولوية الأهداف، سواء خطة استثمارية عاجلة طارئة نهضة بعض الدول، طوي صفحة الماضي بالكامل، استشعار الخطر القادم على أنظمتهم وعلى الشعوب العربية. هذا يستوجب الجميع انتباه، وأعتقد أن فعلا هناك استشعار، ولكن ما زال ما أعرف لماذا الخطوة لم تتم. يعني الاندماج الكلي لا يتم، التنفيذ فعلا يعني زي ما نقول ثمار هذه التحالفات على أرض الواقع، الضغط الذي يحصل إيران، يعني من ماذا كانت إيران لكي تصير بهذا البعبع أو الإعلام يسلطها بهذا الشكل وتفرض كل الهيمنة على كل المناطق العربية. نحن مثلا في اليمن نحن الآن نصل إلى حدود 400 ألف قتيل وجريح يمني. السفير الإيراني السابق كان يتجول كرئيس جمهورية، تخيل الوضع الذي أوصلتنا فيه. رغم نحن ناس حرب وناس قتال، ولكن الحسابات والحساسيات والانتماءات
وأصبحت النفوس مريضة جدا حقيقة بحسابات وهمية ليس لها أساس، وتشتت الهدف وتشتت يعني لا أقول استمراء الدماء يعني حقيقة. نعم. إلى متى ستستمر هذه الأوضاع؟ طيب. أعتقد أن كل هذا الدم سينتج إلى ثورة كما حصلت في أوروبا في العهد الوسطى، وهذا ما ننشده في هذه الفترة القادمة. دكتور نزيه، هناك مثل في اللغة العربية: كل ذي نعمة محسود. أتحدث عن الجانب الاقتصادي، برأيكم إلى أي مدى هذا الأمر هو مسبب رئيسي لكل ما يشهده الشرق الأوسط من اضطرابات وحروب وفتن وانقسام عمودي؟ تفضل دكتور نزيه. سيدي، رغم كل هذا الغنى ووفرة المواد ووفرة الثروات، إلا أن معدل الفقر في منطقة العربية إذا استثنينا منطقة الخليج العربي هي بزيادة مضطردة. فهذا يعود إلى أننا لم ندرك معنى أهمية التنمية المستدامة ودخول عصر الحداثة والتكنولوجيا التي تتلائم وظروف المنطقة. فبالتالي هذه الثروات وهذا النمو الديموغرافي، العالم العربي اليوم من الناحية الديموغرافية بلغ عدد سكانه 450 مليون نسمة، وهذا يعني خلال فترة 50 سنة تضاعف عدد سكان الدول العربية، وهذا يشكل ضغط على الثروة وعلى الأرض الصالحة للزراعة. دولة مثل السودان على سبيل المثال التي يجب أن تكون الخزان والمصدر الأساسي للغذاء في العالم العربي، اليوم تعاني من هجر وفقر وترك للثروات المهدورة، وخاصة بعد انقسام جنوب السودان عن المركز. فاليوم نحن في حالة اضطراب، نحن في حالة من انعدام التوازن. أعود وأكرر هذا، إذا لاحظنا أن مراكز الاضطراب ومراكز الأزمات حيث السلطة المركزية ضعيفة، أما حيث أن السلطة المركزية قوية ومتصالحة مع جمهورها وشعبها بحدود معينة. مثلا إذا سلمنا، نأخذ مثلا النظام الملكي في المغرب، نلاحظ أنه رغم كل ما يقال أنه نظام ملكي إلا أنه أجرى ملائمة ومصالحة مع العملية الديمقراطية. عندما فاز الجماعة الإسلامية في الانتخابات النيابية فتم تسليمهم تشكيل الحكومة لمدة 12 عاما، ثم ثبت أن هؤلاء لا يملكون رؤية ومشروعا لاستمرارية وتراكم الإنجازات. ففي الانتخابات العام الماضي لم يحصلوا إلا على 11 نائبا فقط بعد أن كانوا يسيطرون على أغلبية مجلس النواب المغربي. فبالتالي مجتمعنا العربي في ديناميكية، المهم أن تكون النخب الحقيقية المرتبطة بتقاليد وجذور الواعية في الحقيقة، ليست مرتبطة، الواعية للبنية المجتمعية لشعوبنا، أن تنطلق منها وتضع مسارا ومشاريع وسياسات ورؤية لا تكون مسقطة على الطريقة الغربية، وإنما تستفيد من إيجابيات الثورة التكنولوجية الغربية وموائمتها مع حاجات ومتطلبات أولويات النمو في المنطقة. نعم. هذا مشروع وهذا نقاش معمق يحتاج إلى جلسات وحوارات وعشرات الحوارات، ولكن أنا على ثقة بأن كل ما تحولنا باتجاه أزمات مستعصية لابد من أن تفرز إما ثورة اجتماعية أو وعي اجتماعي للنخب العربية ولنخب المنطقة وللنخب في تلك الدول للائتلاف ووضع التصور للنهوض بالدولة. جميل هذا الكلام.
فإننا ذاهبون إلى مزيد من الفقر، مزيد من الانهيارات، مزيد من التفكك في منطقتنا العربية. وهنا أنا أود أن أشير إلى مسألة لو سمحت. أن إيران بعبثها في المنطقة لا يجب أن تعتقد أنها ستستثنى من أي تدحرج ومن أي انهيار سيطال المشرق العربي، لأن تردداتها حتما ستطال سواء تركيا أم إيران الذين يعبثون في إقليمنا. دكتور غازي فيصل، المنبر لك، تفضل. يعني الموضوع جدا جميل وممتع وحيوي بالتأكيد، وأعتقد أن القضية هي نعود بها كقضية ثقافية أخلاقية وكقضية فكرية. يعني أعود للتأكيد على أهمية احترام الديمقراطية والتعددية السياسية في مجتمعاتنا، احترام الآخر، احترام التعددية الدينية المذهبية، رفض التكفير اللي ساد عبر التنظيمات الإرهابية، رفض العنف من دين تجاه دين آخر مثل ما نلاحظ تجاه الأقباط في مصر أو تجاه الأزيديين في العراق أو تجاه المسيحيين في العراق وغيرها من الظواهر الخطيرة اللي تعكس عمق التخلف وعمق الاستبداد وعمق التطرف مع الأسف الديني. يعني كنا في العقود السابقة بعد الحرب العالمية الثانية ضحايا للأيديولوجيا عندما تحولت إلى موديل للاستبداد والعبودية في مجتمعاتنا، واليوم مع الأسف الدين والمذهب يتحول إلى أداة بيد المنظمات الإرهابية أيضا لتكريس العبودية. اللي يحصل اليوم في ليبيا مرعب، اللي يحصل في اليمن مرعب، اللي يحصل في السودان مرعب، في لبنان، في سوريا، في العراق، هذه كوارث في الواقع سببها الثقافة المتخلفة، الثقافة الإقصائية، الثقافة اللي ترفض الحداثة والتطور والتقدم ودولة المؤسسات والديمقراطية. إذا نحتاج إلى تحول عميق في ثقافتنا، في طريقة تفكيرنا، في رؤيتنا للمجتمع. يعني مسألة المجتمع والظاهرة الاجتماعية، مسألة العدالة، مسألة التوازن داخل المجتمعات، مسألة رفض التمييز المذهبي والعنصرية تجاه تداول السلطة صح. دكتور غازي، نعم ضل معي دقيقة ونص يا دكتور غازي. الأستاذ عبد الكريم انضم إلينا متأخر للأسف، خلينا ننهي الحلقة مع الدكتور مع الأستاذ عبد الكريم. تفضل أستاذ عبد الكريم، كلمة أخيرة لك. كلمة أخيرة، أن نرتقي أو نستشعر حجم الوضع الذي نسير إليه فعلا، ألا نغرق أكثر في جهاد النكاح والجلد وهذه التفاصيل التي نغرق بها كل يوم الأسوأ، ونرتقي نحن أمة ديننا واحد، مقومات إنه نستكمل كاتحاد. يعني تتوفر لدى كل عندنا العالم، ناهيك عن الأموال والاقتصاد والبنية والتركيبة السكانية والتركيبة الجغرافية لهذا الوطن العربي. أعتقد أنه آن الأوان أن يحموا أنفسهم ولشعوبهم، ويكفي ما الإمعان في الدين، الإمعان في السياسات والتفاصيل الصغيرة الأكثر الذي أضاعت هيبة هذه الشعوب العربية، وأصبحت إيران تدوس وتسيطر وتصدر ثوراتها إلى عمق الأنظمة العربية، وتركيا تتبجح بكل ما يعني يستفز هذه الشعوب العربية. ما ألف هذه الشعوب العربية ستكنس الجميع، لأنه فعلا تزداد فقرا يوما عن الآخر رغم كل المقاومات التي تمتلك. نعم، ضيفي من القاهرة أستاذ عبد الكريم الأرسي، باحث في القضايا الدولية، شكرا جزيلا لك على كل هذا الكلام القيم. وشكرا لك ضيفي من مونتريال دكتور نزيه الخياط، باحث في شؤون الجيوسياسية والتنمية، على كل هذا الكلام القيم. وشكرا لك ضيفي من عمان دكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، على تلبية الدعوة لكل الكلام القيم الذي غنيت به الطاولة المستديرة. شكرا لطاقم عمل الطاولة المستديرة، وشكرا عظيم لكم مشاهدينا، دمتم بخير.